يوم السبت 19 ديسمبر بدينا بشوية بشوية بشنو فيه العام هذا كالعادة سهرة جديدة برشا ضحك برشا جو برشا ضيوف باش تشبعوا بالضيوف وبالحوارات الحصرية وبالحكايات معنا أحلى الأساتذة الليلة باش يعزفوا معنا تحية لفرقة رياض بودينار en fête du 31 décembre au 3 janvier 2021 fêtez le réveillon à l'hôtel Palm Beach Tozer un dîner gala hors du commun et un programme festif jeudi 31 décembre un dîner gala avec la star libanaise Razil Amir le fameux spectacle de Hassan Eddous Et Disco l'Arabi et la chanteuse Hene Dinsiri, sous la direction de la troupe Boudinage. Vendredi 1er janvier, excursion en 4x4, quad et visite des lieux historiques. Star Wars, Angajmal, Shbika, suivi du grand spectacle Ziara de Semi Lajmi au Sahara. Le DJ résident Mosaïque FM, DJ Maru. Samedi 2 janvier, journée Oasis et exploration. Spectacle Jest Abdelli de Lotfil Abdelli. مرحبا بكم انا اللي يعجبني في الشعب التونسي مهما كان الظروف دي معطيها يشطح شيخ. Suivi d'une soirée Double B avec DJ Black et DJ Bash. Info et réservation hôtel Palm Beach Tozer. 46 30 30 30. 46 31 31 31. Les places sont limitées pour respecter les mesures sanitaires. Tozer en fête. ضحكوا برشا جو اما باش نعلق شويه على على الضيف نتاع الجمعه اللي فاتت اللي تونس كامله تفرجت فيه وتونس كامله علقت عليه على كادوريم معناتها وبرشا اتهموني مادام جاي وعطى الفلوس وكذا معناتها اتهامات فارغه مش على شويه ذهب واحد عنده ولا كابوت فورير مش على خاطر الجمعه هذه بالصدفه شريت كرهبه جديده معناتها ولا على خاطر ما جيتش في كرهبتي اليوم جيت في الطياره نتاعي جديده شريتها الجمعه هذه معناتها باش تتهموني اني انا خذيت فلوس من عنده كادوريم قال عمل 16 سنه مرمه انا عملت 20 سنه صحافه والمرمه والصحافه كيف كيف المرمه تبني والصحافه تبيض به ان توكا كادوريم وقتها جانا شعبيته كانت طالعه خلينا نحكي تو سيريو التلفز الكل حبت استدعاه واستدعيناه به كادوريم وضح قال لن اترشح لرئاسه الجمهوريه لن اترشح لاي منصب سياسي يظل تصريحه كان واضح وقال هنا قبل الحصه والتزم به من بعد برشا سياسيين هاجوا بتتر خاطر سياسيين يعرفوا انهم كذابه يقول لك كادوريم باكش يكذب كيما سياسيين واحنا قلنا له يا كادوريم كان باش تطلع تكذب راه باش نشدوا الاكستري وباش نفضحوك وراه توانسه باش يلموك وقال لي مانيش نكذب ومانيش طامع وانا قاعد نعاون وذاك علاش كرناه كيما شكروه 100,000 نتاع توانسه ولا صحفيين يحلوا في التحليل كان نحللك فقرتك اليوميه في الاذاعه تنخرجك متطرف وكافر و وتكره العبيد وكذا معناتها التحاليل والحكاية الكل فما مبالغة احنا نعود نقوله كادوريم جبناه خاطر التوانسة حبوا يكرموه خاطر الإذاعات والتلفز الكل كلموه وحبوا يستدعوه من بعد هو اختار انه يجي حذانا لهنا في التاسعة بتتر معناتها شفنا برشا ردود فعل عنيفة نوعا ما احنا قلنا ماهوش باش يترشح وانا واحد من الناس نو في اللورتاني لو كان ترشح كادوريم انا اول واحد نجي ضده لانه لا يصلح للعمل السياسي ولا يصلح باش يشد بوست سياسي ولا رئيس دوله هاو نعطيكم رايي معناتها وبالنسبه للاتهامات كنت نخدم في السياسه ونعرف اللي فيها برشا فساد ونعرف اللي برشا اعلاميين يخلصوا كي يجيبوا ضيوف سياسيين وكي مهدوا لهم وغيره هذاك علاش بعدت على السياسه وذاك علاش الحمد لله حتى ضيف ما ينجم يشد عليا حتى دوره مع تهدهولي واللي احنا تولين ندفع له ضيوف باش يجيونا شكرا لكم حبينا نوضحوا بشويه بشويه باش البلف يشرطوا السياسيين يحشموا شويه على رواحهم خاطر السيد في حصه دفع 150 مليون بين مدرسه ومستشفى كان ظهر طامع في السياسه وقتها تو يطيح من عينينا كان اهداهم يعطي صحه ويرحم والديه وان شاء الله المسؤولين يفيقوا كيفوا يلا نبداو معاكم في ديما لاباس عزة سليمان انت متهمة انك على علاقة حب برجل متزوج علاش حاولت انتحر 3 مرات كنت من المقربين من عائلة بن علي
أي مقلد تحسه بشي قلقك تخرج فيه خبر أنه قلد بن علي وتهبط عليه الصواعق. مشيت للقصر بعد الحادثة ذيك وطلبت السماح من بن علي، ذيك الحاجة اللي منعتك من السجن. أنت متهمة بعد الوقفة قدام مجلس النواب أنك تشجع على الإنجاب خارج إطار الزواج وبرشا نساء هاجموك. بالحق أنت من لول حبيت تعمل كارير مغنية؟ أي تسامح اليوم اللي مرالي من الوسط الفني واللي هي معرسة وبصغارها واللي خانتك مع حبيبك السابق؟ عرسك كان مش يكون صيف 2020؟ شكيت انه بعدوا عليك بالسحر؟ اكيد جدا. وشطحت القذافي صحيح الله يرحمه واعطاك هدية قيمة اقل حاجة 8,000 أورو معتها نهار شوتينج 30 مليون. مسامحة منظر على كل شيء. قال لي طور نحبك تفهمني علاش رفضت انك تقلدني قدامه. قلت السيد الرئيس حمق قولها لك بصراحة. قال ايه؟ حجمت شعرك قصير على الاخر. ايه بعد ما قصيتها مع شكون بسبب نهاية قصة حب. ايه شوف انت في الجزء الاول اللي شاركت فيه مثلت متوسطة مالجريسا سامي عطاك الثقة وعيت لك جزء ثاني، وشوف كيفاش كسرت الدنيا في الجزء الثاني وما عيطتلكش للمسلسل الجديد. تصدق او ما تصدقش انه سامي رحيم رفضت رجل اعمال عنده طائرة خاصة. والله بالمجد يا ولدي طيارة خاصة كل عام. والله فما فيديو دار على الفيسبوك توا مدة تشتكي فيه من إفلاسك وما عندكش باش تعيش وما لقيتش حتى حق خبزة. لا هو ومرأة فيك فيك البلاصة اللي توقف فيها أنت والحماس. هاني الود عليه وانسك وفات قلبك وحداني. نرفز من الممثلين ما يحفظوش ادوارهم. تبدا عندي تيراد انا بثلاثه صفحات تقطع يجي واحد على جمله يكسر لنا الخدمه نعاونه. 95 سبيطار 600 مدرسه 3D اي نعم و46 ملعب معشب. وين عملوهم هذوما؟ على ورق. في برجك راغب يا نجوم الليل وقليبي ذبلان وشاحب يا نجوم الليل. يلا مستنينا متواصلين معاكم في ديما لاباس. انا فرحان برشا انه ضيوفنا اليوم باش نحكيو على برنامجهم في كارتاج بلوس المطار ونحكيو على الجديد متاعو. نستقبلوا عمي رضوان وهيبة عراسة. ميرسي على عزيزة. برافو. ميرسي 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 باي باي عزيزة. تشاو تشاو.
باي باي عزيزة. شات شات. عمي رضوين مرحبا بيك. ساعة مرحبا بيكم. الجمهور يحب يسألكم. مرحبا بكم. نحكيوا على المطار على كارتاج بلوس. دونك البرنامج اللي ريت وقولي من الاخر تراه باش نشوفك صريح ولا مش صريح اليوم. اكل الغلاط اللي صاروا كانت احسن ومضة دعائيه للبرنامج. أي. ما تقوليش راه مصدف. لا هو صدفة ما كانت احسن معناها اشهار غلاطك اللي البرنامج ماش نحكيوا عليه. اي يعني الومضات هذوك كانوا احسن اشهار البرنامج اما ما كانوش معناها مفبركين. ما كانوش فبركين. لا سبونتاني على الاخر. سبونتاني هذاك هو معناتنا برشا ناس اختلع بفما مرات. هذه عملتها في بيرو. شفنا واحد جاوب ريبونس هاد وترشقنا بضحك. وقفت قلت لهم تراه جاوبوني. ما عرف حد يجاوب. اي معناتها رانا بتتر فما اجوبه مضحكه اما فما اسئله بسيطه جدا. Exactly. انا عيد الاستقلال فامارس عملت فيتير. شنو الفامارس ما عرفوهوش العباد. هذا كيتحط في الوضعيه هذيك يزيد يدخل بعضه. لا وخاطر شباب توا انتم. لا هو شباب توا ما الثقافه العامه لا تعني شيئا. خاطر جوجل هو الثقافه العامه. احنا قبل تحب ولا تكره ساعات نشدوا كتاب بالصفة علينا ولا مجلة ولا كذا. توا شباب توا عمي رضين جملة معنا. لا بالكل ترى نتفرجوا في لقطات من برنامج المطار. البرنامج اللي في موسم ثاني تسمى توا منعش بالكل. الموسم الثاني. الموسم الثاني. ما الموسم لول شهرين عملته كهو. أي. ولا موسم لول قصير جدا. هذا موسم ثاني. نشوفوا لقطات من برنامج المطار. بأي لغة تتحدث دولة البرازيل؟ عربي. على من نزلت التوراة؟ على سيدنا محمد. التوراة سيدنا محمد. التوراة سيدنا محمد. على شكون نزلت؟ على النبي سيدنا محمد. سيدنا محمد التوراة. التوراة 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 والإنجيل والقرآن. التوراة على شكون نزلت؟ سيدنا إبراهيم. على سيدنا. نسيته. شنية هي صلاة التراويح؟ فرض ما هيش فرض. شنية؟ ما هيش فرض. إذا كان ما هيش فرض هي شنية؟ شريعة. فهو المكون الرئيسي للزجاج البلار. منيش نصنعوه اسانسيالمون؟ بلاستيك. اكبر مدينة في اوروبا؟ الولايات المتحدة. كيفاش؟ الولايات المتحدة. به وهيبة. كي اختاروك هل خفت لتكون في الحصة طفلة مزيانة كهو ديكورة كهو؟ ليه خاطر الطفلة مزيانة كهو يعني كي نجم يكون أي حد آخر في بقعتي. ما لا ما خفت تنجم تكون. لا طبعا والله أنت بالحق مدير القناة هو اللي اختارك. اي انا ديجا ساعه من كارتاج بلس ديجا عندي عام يعني قبل ما يجي عامي رضوان انا موجوده ديجا. وكان على اساس باش نعمل ميتيو مي انت ما سهلش فيها ربي. صبت الشتاء. صبت الشتاء وفضت الدنيا ما سهل. لا لا مي باغ كونتر عملت سبيكرين يعني تاع لو كونسيبت نتاع سبيكرين جانونسي لي بروغرام وقتها نتاع الشين وكل. كي بايا الزردية وما بديت بالضبط. دونك مستقبلك كبير ان شاء الله. ان شاء الله يكون اكبر. ان توكا من بعد يعني الفكره نتاع المطار ديجا موجوده اقل حاجه يعني ثلاث سنين في القناة وكل شيء. دونك مي ريالمون صارت الكونكريتيزاسيون نتاعها كان غيسامون يعني نص موجودة بعمي رضوان ولا من غير؟ ليه من قبل هي موجودة الفكرة. اي لحظة مازال ما نعرفوش يعني شكون باش ينشرها. فوالا اي نحب نسأل هنا عمي رضوان. كارتاج معناتها قناة ماهيش متواصلة في البرامج. كيف نجمت أنت تفرض برنامجك وانه يرجع دوزيام سيزون في الوقت وكذا؟ لانه للاسف برشا برامج باهين تعملوا في كارتاج بلوس ولكن المشاريع كلها فشلت في البث. اي شوف هو المطار انت تواصل المطار كما قلت توا وهيبه معناها عنده مده طويله وهو معناها في مخاض. وفي المده هذيك راه كنت معناها انا في علاقه مع سي لسعد خضر. دونك كنا نتقابلوا نحكيوا على المطار فهمني. أيه. ونحكيوا على مش هذا سؤالي. ان برودكسيون كبيره. مش أيه. هذا سؤالي. باش نقول لك برودكسيون كبيره غالي برشا. اي اللوردار نتاع البرنامج هو اللي يخليه يتواصل بالسيف يعني. وقت اللي تعمل انت برنامج وتصرف عليه معناه مئات الملايين في الديكور نتاعو ما تنجمش تعملوا شطر سيزون وتقص عليه معناه حتى معناه نيفو جيستيون ما تجيش. انت تصرف برشا فلوس على حاجه باش تعديها شهر ولا شهرين ما تجيش. دونك هذه الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه معناه المطار فيه برشا اكيليبر
ما بيني انا وهيبه معناها الفدلكه نتاعي انا ولو سيريو نتاع وهيبه والخفه نتاعي انا والساجاس نتاع وهيبه هذاك عطاه اكيليبر في البرنامج وعطاه معناها نجاح للبرنامج جوستومون معناتها انك في قناه لقي صعوبات والديكور كبير وكذا شنو السر فسر لي معناتها مستر شنو فما علاقات فما حاجات تحت الطاوله فلوس تعطات ولا تاخذت ولا ما معنى معناتها قناه لقي صعوبات ما توقف في برامجها الكل تجي تستثمر معك برنامج بالكبار هذا شوف هو دبار معناها بعث القناة مش سي العربي نصر احنا الحي سي العربي نصر اي الحي انا ربي يشفيه ما يبعث القناة معناها كارتاج بلوس هو دبار صعب مؤمن بعمي رضوان ومؤمن بقدرات عمي رضوان وفاهم اللي راه نجموا نعملوا حاجه ونجموا المطار نوصلوا به الهضره كبيره سي فري كو مازلنا معناها في لي بروميير مارش مازلنا معناها في الخطوات الاولانيه راه في الاودينس مش موجود المطار ولا ما نشوفوه على الانترنت اكثر عندك مشكله في الحكايه هذه في الاودينس موجود في الاودينس مي ما نعرفش معناها صبر الاراء كيفاش يقع ما نعرفش لي دوسو هذوما ما نفهمهمش انا ما نعرفش معناها العباد اللي تقيم صبر الاراء كيفاش مي نعرف اللي عنده اودينس تو مثلا انا ندور في لي سبيكتاكل معناها ندور بارتو في الجمهوريه وقت اللي نحكي معناها من القروان حتى البرج الخضراء معناها الناس كلها تفرج في كارتاج بلوس عنده اودينس الناس كلها تشوف المطار يقولوا لك ما ماكش ترا فيها بالارقام اي كيما برشا بالضبط دونك معناها الفعل شيء والشيء اللي يتقال معناه شيء اخر فهمت لي زوديونس معناها قاعدين يمشيوا لبرامج اخرى ما نعرفش قلت لك اللي دوسو هذوما ما نعرفهمش وما نفهمهمش انا وهيبه انت 2014 ملكة جمال تونس 2014 من وقتها اليوم ومشيت مره البلاد من وقتها اليوم واقفه شويه حياتي Non, pas forcément. Il y a Kamal Tekrati entre-temps. J'ai une licence en anglais appliquée de communication. Ensuite, j'ai fait tout. Et j'ai dit que j'ai fait un an avec Cartage Plus. Est-ce que les gens qui vous ont fait un café ou un café? Non, non. Dans le gazre? Il y a des gens qui ont fait un café, oui, mais à l'arrière. Est-ce qu'ils ont fait un café? Oui. De manière d'alma? Rabbi, aidez-vous. Vous avez fait Jamel pour vous faire un café? Non. غريبة الدنيا بعد لقب ملكة جمال باش نكمل معك آخر سؤال بعد نرجع عمي رضوان قال لنا العصفورة أنك عشت قصة حب قصة الحب هذه بعد فشلها خليتك تفسخ الرجال من حياتك لفترة شكون قال لي نفسخها؟ ليه معناتها ليه قلت لك لفترة متاع غش ميم با اللي بعده لا هذه تقولها بعد ما تقويت اما انت تاثرت في وقتها بيان سور باش اللي كان يبدا يتفرج فينا ما يقولش واو اثرت عليها قويه لا وكنت تحكي على اللي في مخي اي الجمله ذات اللي كان في قلبك ولا في مخك تو اللي في مخي كها وقف في مخي لا قبل كان في قلبك ممكن في الانجلي تبارك الله عليك الحمد لله ترى عملنا شويه اسئله لعمي رضوان بالانجلي تبع المطار لا انا نحب نعرف عمي رضوان الكواليس التجربه هذه باش يخدم في قناه اخرى ولا اما باللونجلي يلا والان مرحبا بكم مش في التي اف ان في البي بي سي حوار مع عمي رضوان تفضل امشي وهيبه ما تخممش في الخدمه قل له مثلا كيفاش تقيم البرامج الاخرى في التلفز الاخرى امشي كيفاش تجاوبني امشي انت عمي رضوان مش يوحل 50 سنه في التلفزه مش يوحل تو امشي ما يوحلش How can you evaluate the TV the other TV programs the best is Cartage Plus برافو شكرا لك يلا على The Best Cartage Plus عنا فقرة توا مع عمي رضوان مش ننسحبه أنا وياك فقرة الأسئلة المحرجة المحقق بلال مرحبا بك عمي رضوان في المحقق بلال أهلا وسهلا شرف كبير الواحد يتحاور معاك عمي رضوان يعيشك بس أنت عمي رضوان يعني كما نقولوا احنا كبرنا معاك الناس كل وكنت أنت كما نقولوا احنا تعلم في الأطفال في البراءة والصدق والأمانة مش هذا دوري أكثر يعني المعاني اللي كنت وصلها
اي هذه القراءة نتاع الكبير. القراءة نتاع الكبير. اي نحب نسألك عمي رضوان. اي وجاوبني بكل صراحة. في العروض نتاع الصغار اللي كنت تعمل فيهم كنت تحيل. كنت تهز معك صاحبك في العروض تحطه في العرض فما لعبة باش تكلم بنمره تليفون يتصل له هو يربح مليون يرجعه لك في الآخر تعطيك الخمسين دينار بتاع انه مشي معاك و يست... تفرجت فيها انت ولا قالوا لك عليه؟ هذه حسب مصادرنا. لا مال المصادر نتاعك غالطة. مصادرنا ما تغلطش راهي. لا ما فماش سبيكتاكل انا نعطي فيه مليون. ما فما حتى سبيكتاكل نعطي فيه مليون. عملت سبيكتاكل اسمه مليون وفيسبا. دكار المليون وفيسبا نلعب انا الببليك الكل يلعب مع بعضه. يلعب على ثلاثة كوارت متاع تليفون. دونك لي تروز اوبيراتور اللي عندنا اللي مش لازم نسميهم احنا دكار. دونك يلعب هذا نعطي نوامر بتاع كارتا يلعب هذا نوامر بتاع كارتا يلعب هذا نوامر بتاع كارتا يلعب هذا الببليك الكل يعني مع الاوبيراتور الفلاني يلعب بالببليك مع الاوبيراتور الفلاني ما كانش بعد يخرجوا بعد يخرجوا تروا غانيون اللي انا ما نعرفهمش يعني ما فماش نمره تليفون يخرجوا تروا غانيون اللي انا ما نعرفهمش لي تروا غانيون يعملوا لعبه اللي هي تظهر سهله ما هي صعيبه في الاصل معناه باش يخرج واحد منهم باش يربح مليون وفيسبا اما ما يربحش فهمت يعني ما فماش تليفون وواحد يقول ويربح مليون خي بها هكا مصيبه يملين لو حفاه انا في العروض عمي رضوان انت اليوم مقاطع اخوك اللي كان عازف هو اخوك عازف اي كان يدك اليمين اي وصارت بيناتكم مشاكل على خاطر الفلوس ولا مال على شنو قاطعته لا ما دبر مانيش بقاطعه ما انا مفماش لا فما قطيعة انا لا لا لكن فما قطيعة بينك انت اخوك لا 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 سوء تفاهم تقول انت ليه معناه سوء تفاهم اللي هو يقع عادي مش قطيعة ما نجموش نقاطعه احنا في العائلة متاعنا مثلا ما نجموش نطلقه وفي العائلة متاعنا ما نجموش نقاطعه وفي العائلة متاعنا مثلا ما نجموش نضره معناه شوف احنا التربية متاعنا معناه التربية محافظة على الاخر على الاخر على الاخر اللي معناه فما مبادئ وعرس اللي ما نجموش نفوتها احنا مثلا الوقت اللي كنا نروحوا من المدرسه الحاج بابا معنا يبدا قاعد على الكرسي وحاط يده هكا واحنا ندخلوا نبوسوا له يده ونتعداه ما تبوسوش من وجه تبوس له يده معناه وهو كل ملك يمد يده هكا تبوس له يده تتعدى يبوس له يده يتعدى يبوس له يده يتعدى يبوس شفت معناها الجو اللي كنا متربين فيه واي يعني ما نجموش نقاطعه ما نجموش مثلا نضره بشر ما نجموش نتحيله على بشر ما نجموش وبالحق راه ما نجموش معناها مش على خاطر قدام تلفزه لا لا على خاطر بالحق احنا هكاك انت تربينا هكاك انت عمي رضوان جاري معروف بالجرأه نتاعك والجرأه نتاعك سبتك في برشا مشاكل هل عندك الجرأه تقول لنا شكون اللي عاود للرئيس الراحل بن علي حكايه الحجامه خاطر ما تعديتش في التلفزه وتقصت اما هي وصلت له هل عندك الجرأة تقولنا شكون السيد اللي هزدوا الحكاية وإلا تخاف خاطر تو مسؤول كبير في الدولة هو ما نعرفش بالضبط معناها الاسم بالضبط ما نعرفش اما معناها عندك معلومة على السيد اللي هز الخبر إيه فما حكاية هزت سكيسور معناها والسيد اللي هزه مسؤول كبير توا في الدولة يخدم تتفادى أنك تتحكي لا 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 ممكن خوفا زيادة لا لا ما نخاف من حتى حد يعني أنا لو كان نعرفه مثلا وزير ولا واحد ونقول لك عليه أما والله ما نعرف معناها أنا عندي شكوك ومش شكوك في واحد من الدولة لا شكوك في واحد معناها قريب لنا للخدمة مشيت للقصر بعد الحادثة ذيكا وطلبت السماح من بن علي هذيك الحاجة اللي منعتك من السجن السماح لا باي اكزاكتومون مش سماح مي مش مشيت قلت له عندي حق وكمشيت الحل الوحيد اللي باش تمشي لازم تطلب السماح لا انا ما مشيتش بسقية راهو معناها هزوك انا مشيت اي جوستومون وقت اللي مشيت معناها مشيت باستدعاء رسمي وقاعدة رسمية وبحث رسمي الى اخره دونك معناها ما مشيتش انا بسقية السلام عليكم راه جيت انا نطلب في السماح لا انت إيه صورت برشا فلوس في عهد بن علي الحمد لله من الرئيس الراحل بيدو خذيت منه فلوس كنت تعمل في عروض في القصر ابار الكشي كان يعطيك هو فلوس زاد اي ذاك اللي خليك عندك ممتلكات
تفوق 3 مليارات شويه 3 مليار دريت شويه 3 مليار شويه يزيد قفل شويه وجي قدام الكاميرا. انا نجم نسمي لك نجم اقول لك مثلا سيارتك قيمتها فوق 400 الف دينار، عندك قصر في قريه ساحليه على البحر، وعندك زادة قصر في تونس. جاب ربي جيت ولد حومتي انت. لا عندي لا قصورات ولا عندي حق شيء. اشاعات كلها؟ لا اشاعات كلها. شكرا على صراحتك عمي رضوان. يعيشك. كان حوار ممتع وان شاء الله ما نكونش قلقتك. لا ما قلقنيش. شكرا لي. انا كان قلقتني راني كنت قلقتني وخرجت. شكرا لك عمي رضوان. ميرسي بيان. عايش. ميرسي بوكو. يعطيك الصحة عمي رضوان. اسمع تسعة مش تراوها معناتها والناس يقولوا عمي رضوان ناجح مصور برشا فلوس لبس بيه، الناس ما تعرفش اللي عمي رضوان تعب برشا في الصغرى. قنوات الكبرى علاش ما عطاتكش فرصة؟ تحس روحك مظلوم. أي. وهذا صحيح. لا صحيح 100% على خاطر معناها بالإكسبرينس متاعي بتكويني بخدمتي بالشيء اللي نعمل فيه أنا معناها وقت اللي ندخل المسرح نعبي وقت اللي ندخل أنا مثلا آخر مرة استدعيته وراني العروض دخت تبارك الله على النجاح والشعبية اللي عندك حاجة فوق من الخيال. مش نسأل كلها أسألة بسرعة. أنا وقت اللي عمي رضين مازال يتعلم في التنشيط رأى معنا جيب خطاب. أي. إيه. مش نسأل كلها أسألة جاوبني بكل صراحة، شكون أحسن منشط في تونس اليوم؟ وبش تقولي شكون أخي منشط حسب رأيك في تونس اليوم؟ أحسن منشط فيش حسب رأيك في أي حاجة في اللي فاريتي في كل في حاجة أي حاجة تراه في تونس باهي، وشكون أخي منشط اللي برشا زهر باش طلع؟ أنا إذا كان كلاسي معناها المنشطين في تونس كلاسي سامي الفهري الأولاني. علاش؟ على خاطر سامي الفهري معناها عنده دي مويان تيريبل، دي مويان نحكي معناها ماتريال مادة سلطة اللي تحب أنت. عنده دي مويان تيريبل أخي منشط إلي تريز انتليجان فهمتني قوي ياسر بعده هو ومش مجاملة بعد هو أنت. علاش أنت؟ على خاطر معناه بصار لدرجة كبيرة، معناه أنت من العباد اللي تثني الركبة وتخدم 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 إفكتيف ما معناه أنت من العباد اللي وصلت بالخدمة. إيه معناه فما يوم بارتي متاع ذكاء اللي أنت ما تجبدها معناه كيما السبعة الحية ما تجبدها كان وقت لازم فهمت. أخي المنشط أخي بمنشط اللي يوصل بيسر زهر ولا بعلاقات ولا مش أخي معناه نكلاسيهم يمكن معناه يتقاربوا. هادي زعيم أمين قارة هذوما فهمت. أمين قارة أنا أقول معناه عنده ديزاتو ما يعرفش يستغلهم. أمين قارة مثلا اللي اللوم عليه أنا راهو نحكي خدمة. أي بين سير خدمة ما نحكيش علاقات ما نحكيش معناه إنسانيا وكذا. أنت صحاب مع الناس كل ولا دونك أنا أصحاب مع العباد الكل وما عندي ضد حتى حد حتى شيرة. مي أمين قارة يظهر لي إلي بلا سطحي برشا فهمت. ما يغوص ما يدخلش في العمق وندرشنية، وإذا كان دخل في العمق معناه يدخل في حاجات اللي هي ما تفيدش وما تضيفش ما تعطيش إضافة. واضح. بون كوراج عمي رضوان. شنو عندك جديد بينتو؟ فما برنامج الأطفال. أي فما برنامج بتاع صغار هل سيربح البالون بطريقة كيفو غاني دي مليون هذاك على روحه في الكلاسيك متاعك. وعندك عروضة ما توقف خاطر كورونا. نخدم اما مش برشا برشا مش برشا نخدم برشا. يعني رغم الكورونا فما شويه معناها دولاب شويه من هنا ومن هنا ما نجمش نقعد ما نخدمش. يعطيك الصحه. هذاك هو. ربي يوفقك عمي رضوان. ميرسي بوكو. يعطيك الصحه وهيبه. يعطيك الصحه انت نوفل. ميرسي على الاستضافه قبل كل شيء وان شاء الله تشوفوني في حاجه جديده على كارتاج بلس. ونحب نشكر فيت بازار على اللبسه المزينه والمكياج نتاع سابينا الغادجه محلها. يلا عمي رضوان ميرسي مون تشخشبني بحكايه. اي انا باش نعمل شويه معناها لعبه سحريه انا وياك. سحره ومش سحريه تفدليكه. لا هي تفدليكه صغيره معناها ترجعني معناتها ولا ها. اي باش نعمل اسمع باش انت باش تكون او ميم طون معناها وليد صغير او ميم طون الانيماتور الكبير فهمت كيفاش. دونك وقت اللي نقولوا الحبل هذايا طو حبل القصير وهذايا حبل المتوسط وهذايا حبل الطويل هكا ولا أي. شد الحبل القصير هذايا ورد بالك تطيح هزل. لا ماني نخاف. هذاك القصير هذايا زاد رد بالك تطيحوا نوفله. فوالا دونك هذا الطويل
متفاهمين؟ ولا هاتك الحبل القصير هذاك. طيب ناخذوا الحبل القصير نحطه في يدي من هنا وناخذوا الحبل المتوسط هذا ونحطه في يدي من هنا وناخذوا الحبل الطويل ونحطه في يدي من هنا. يولي عندنا ثلاث حبولات قصير ومتوسط وطويل. صحيح. ناخذوا القصير ونحطوه على جنب من وناخذوا بجنبه المتوسط وناخذوا بجنبه الطويل. به انفخ ترى نفخه به هي. صحيت يا نوف. ايوا اللي ثلاث حبولات قد قد ما عادش عندنا حبل طويل وحبل قصير وحبل متوسط. الله بالحق عمله هذو ما نربطوهم في بعض. اي ها ربطناهم في بعضهم هيك وهذو ما نربطوهم في بعضهم وهيك يولي عندنا حبل واحد. مليك هيك ولا اي لا لا يقلقوا عقد هذو ما يقلقوا ليه باهي مش مشكل يقلقوا تنقصوا يولي عندنا حبل واحد. شنو المشكل؟ كيفاش؟ ها باش نجي نجبدوا المقص ونقصوه ويولي حبل واحد. ترى شد من غادي. فوالا. هكا ما عادوش يظهر. في مخي. هكا ما عادوش يظهر ها؟ ولا قصار دونك ما عادش يظهر. تعرفهم انت وهيبة الفزتيرة؟ أول مرة نحضر عليهم. وهيبة ما تشوفنيش نصحى. دونك هكا يولي عندنا حبل واحد. صفا هكا ولا مازال يقلق مازال يقلق باهي كي نخبي هكا بيدي يقلقوش حبل واحد ولا ها ولا أي. ولا يظهر باهي كيف نعملوا هكا نجبدوا هذايا من هنا ونعملوا له هكا وتاخذها انت عندي ولا عندنا من هنا حبل ونزيدوا نجبدوا هذايا من هنا وهذه خليها عندك يولي عندنا حبل واحد ونبارك فريق له ميرسي بوكو شي نورتنا عمي رضوان. استنى عاد استنى انا في العاده حقني جبت الناي دونك فويسك اخويا الناي يجي لهنا انا جونس با باش نعمل شويه بالهارمونيكا ما نعرفش كان تنجموا تتبعوني ولا لا. شنو نعملوا؟ اي عندي الميكرو نتاعي ميسيس يديك الصحة نحب تصفيقة كبيرة على عمي رضوان وهيبة. وتوا جاء الوقت ومرحبا بكم في ديما لاباس باش نحكيو على ماركة تونسية 100%. ماركة منتوجاتها الكل طبيعية مصنوعة بطريقة تقليدية وبآلات تقليدية اللي ورثناهم على أجدادنا. في هذا السياق باش نستقبلوا مع بعضنا مدام مونيا غزيل وكركوان غزيل. مرحبا. يا اهلا وسهلا بكم. مرحبا. ديما انت مدام منيا ديما جينا ناتوروبات انت جيت نقبل وديما تحكينا على المنتوجات وعلى بيموغ الطبيعي وبيموغ انترناسيونال. انت عمرك ما جينا ويديك فارغه كل مره لازم تجيب لنا جديد تبارك الله. معناتها نرحبوا ساعه مدام كركوين غزيل هذه اول مره. مدمازيل كركوين غزيل اي اول مره تجي حذانا. دونك مدام كركوين تقدمنا روحك تفسر لنا النشاط اللي انت تخدم فيه. عسلامة. مرحبا. مرحبا. En fait, اسمي كركوين وبنت مدام مونيا. نعمل انجلوري. En fait, انا عامله زمان ماستر بوزار. محلاه اسم كركوين يعطيك الصحه. اي كلنا اوريجينال. محلاه. خمسه وكهنه وكركوين. فوالا. شنو هو؟
خمسة اوكي هنا وكركوي اوكي زوج بنات وطفله اي كملي En fait, nous sommes en famille, nous sommes en bémol avec ma maman, et nous avons un petit coin en anglerie. Je peins sur les angles. Voilà. يعطيك صحة بيه مدام مونيا كنت فكرنا بالاختصاصات اللي تتميز بهم شركة بيموج الطبيعي خلنا نعرف شركة بيموج الطبيعي الاختصاصات اللي هما كلهم ساعة سيدي بخدوي 100% ناتشوغيل فيما بالقطار والرحاي والنعرج وعالطابونة معناها مش بالماكينات والخدمة هذيك لقينا برشا أعشاب اللي يعاونوا برشا عباد اللي يتخلصوا من البرص الصدفية الثعلبة لي تاش برون ثم المنتوجات اللي هما لي زونتيريت اللي هما معمولين بالاسيد ايرونيك ومعمولين بالكولاجين والبودغ دوغ والبودغ دو بيرل نخدموا باللي زيكستري نتاع الاعشاب معناها نعصروا الاعشاب وناخذوا البروميير ماتيير نتاعها نخدموا باللي دانيس كيف كيف ثم لي زيكستري توا دخلنا بوكو دو فيتامين ثم الاسبيرولين ثم المورينغا ثم توا الكركم خذينا زيوت قطرنا الزيوت نتاع الكركم نتاع الرمان معناها باش تخرج زيت من حاجات كيما هكا الاعشاب اون جينيرال احنا كي نقطروا ناخذوا الماء توا وليت ناخذ الزيوت انا نتاع الاعشاب هذا تو نوفو ضفناه للمنتوجات الكل اللي يحب يتخلص من لوكو ثم لي زيكرون ثم وجعه المفاصل ثم لي فاريس ثم الفيرجوتور ثم الشامبينيون العذر الكريمه كي تضعف تنحي عندنا اون بلانت اللي هي تنحي 10 كيلو في 2 موا بعد مرات تقعد البدن يبدا شويه مترهل أي. عملنا كرش اللي هي بالكولاجين تحزق ونشوفوا الفيتير هذا اللي تميز عليه البيموك وعملت فيتير نخرج هنا تعرف تنشط وتعرف تقدم وتعرف برك فمشي منتوج يردك منشط يلا نشوفوا الفيتير مع بعض شركة بيموج الطبيعي في كونفيونس العباد اللي قاعدين يترجوا فينا الكل ونشكرهم برشا احنا راهو البخدوي نتاع الشركة اللي هي شركة ارتيزانال البخدوي الكل معمولين باليدين وصلنا الحمد لله يا ربي غراس اما في اللي عايشة في مونريال حلينا زادة بيموج انترناسيونال البخدوي الكل تراو معناها كلها خدمة يدوية بالقطار بالرحاب بالتعريج بالطابونة لقينا برشا أعشاب اللي العبيت تخلصت كما من البرص تخلصت مستدفية عاونتهم على إزالة الأوجاع عاونتهم على اللي ساغن اللي تاش اللي بخدوية متاع اللي غيد اللي هما معمولين بالأسيد إيرونيك ومعمولين بالكولاجين معمولين بالبودغ دوغ بالبودغ دو ديامو العبيت فرحانة متاع العذر ثم متاع الشامبينيون تخلص من الشعر الأبيض كل شيء موجود في شركة بيموج الطبيعي شركة بيموج الطبيعي من هوني حتى الرأس العام عملنا تدوات اللي يجي يشري من عندنا يخلي اسمه التليفون متاعه حطوه في البانيه هذا أو كما تراو هكايا ونهار لتخون طيان نعملوا تيغاج السوق مش يخرجوا 20 كادو للحرفاء متاعنا وعندهم كل يوم اللي يجي يشري من عندنا أم قدوي عنده بوم هذا عملته لكم سبيسيال ما اللي هو ينحي زرقية من شفايف ويغذي معناها الشفايف ناحية تشطيب الريح ويعمل اون بيل كولور دونك عاملين بروموسيون في لي برودوي نتاعنا القام نتاع لي غيت ثم نتاع لوكو فيها 50% عندنا برشا سوربريز دونك زورونا مرحبا بكم احنا موجودين في ناش خلفاء الراشدين المنزل الخامس ثم قصر تيش فارماسي دور على اليمين ثاني دور على اليسار وبعد الثاني دور على اليسار ان غرو ميرسي للي اسيستونت نتاعي الكل اللي في الكورونا وهما معناها ماسكويت وكل دونك نحب نقول لهم ان غرو ميرسي الاسم اللي عملته ان شاء الله نقعد نحافظ عليه اللي تحافظ عليه اللي هو
تبارك الله معناتها وليت عندك سمعه هايله برشا وتبارك الله، وهذا هو المهم. مدام منيا انت ديما تلقالنا اعشاب من الطبيعه باش تعاون بها المواطن اللي يعاني من برشا مشاكل كيما الطاش مثلا ولا الساغن ولا حاجه، شنو تنجم تحكي لنا اكثر؟ والله كنت تحب ناخذ تيموا. اي ناخذوا معنا ايمان بالتليفون. عسلامه ايمان. عايش بيك. مرحبا. دونك احكي لنا. استعملت لونتيشو لونتيتاج الكريم ادغاسون كيما هيكي. اخر مره رجعت لها عندي دو سيمين تالي سيروم كريم ريباراتيف. اي ما استعملت، احكينا على ريزولتا معناتها استعملت معناتها مثلا لونتيتاج احكي لنا. اي بالنسبه للونتيتاج خديته عندي عامل تالي. الحق معناها هي تقول لك لازمك ويتموا معناها تقعد تعمل تسوي الحق من دو سيمين ثلاث سيمين حتى لدتها. احنا على خاطر كل كليون جي نعملوا فيش كليون، يكون عنده الفيش كليون هذه نشوفوا الوضع نتاعو ونعطيوه قداش مثلا وي موا سي موا الدوغي. فهمت؟ خاطر ساعات عباد تحب تزرب ولا ماهيش منتظمه في الدواء تصير مشاكل هكاك. تصير اي سي سيغ خاطر احنا هما يحبوا كن فيكون. احنا ثم الدوغي تو مثلا نتاع لي ساغن احنا شفنا في الفيتيغ معناها بالوقت كي نعملوا لها تيست هوني تحت العين نتاع لي ساغن ترى اللي ثم ديغراداسيون في البلاصه مثلا اللي حاجبها طايح ثم الاسكارغو ولا سيروم ولا لي ليفت اللي هو يطلع البارتي هذيا تولي معناها العين محلوله. ثم اللي وجهه بلا كيف كيف نعملوا البوميت هذا زاده بالمنتوجات نتاعنا. ايمان معناتها باش نكمل معاك، انت ساتيسفيت على الاخر فرحانه اللي مشيت للبيموك؟ بالطبيعه بالطبيعه، مادام انا مشيت لها وعاودت رجعت لها قداش من مره انما انا ساتيسفيت بالقبل نتاعها. واضح سي تري بيان، يعطيك الصحه ايمان. معناتها احسن حاجه يقولها لك كليون. احكي لنا على جديدك ساعه، شنو هذوم هذاك جديد؟ احنا هذا الرمان شنو الزيت هذاك؟ اي هذوك سي دي زيكستري مثلا الاكستريم تاع الرمان ثم الاكستريم تاع الكركم اللي هو زيت خرجوا منه الكركم خرجوا منه زيت الرمان خرجوا منه زيت فالعاده نقطروا يخرج ماء. توا انا طورت وليت ناخذ في لي زيكستري نتاع الزيوت وثم دي بلانت اللي ناخذوا منهم لي فيتامين. قد ما انت تحطك لي فيتامين قد ما لي ريزولتا اللي يجيو. وان بليس دو سا احنا عملنا لي زيسي نتاع لي زاناليز توا نتاع لي برودوي الكل. نوتريسيونيست مريم توكابري حكيت هي شويه على فوالا نشوفوا مريم توكابري. حبيت نعطي اليوم تيمونياج نتاعي على لي برودوي بيماغ نتاع مدام مونيا غزيل، سورتو على لي برودوي اماسيسون نتاعها. نبدا الحاجه الاولانيه اللي هي لا بلانت اماسيسون، فيها بليزيور بلانت معناتها نلقاو فيها التاي الاخضر، نلقاو فيها الكافي فير القهوه الخضراء، نلقاو لو تي نوار لو تي بلان المورينغا والسبيرولين اللي هذوما يغذيو البدن بالكدا. نعرفوا اللي باش الناس وقت اللي يعملوا دي ريجيم اون جينيرال ينقصوا باش حجم الماكله نتاعهم، وهذوما اللي نجم يخليوهم عندهم دي كارونس اليمونتيغ. لا بلانت توصل تنقص حتى جوست 8 à 10 kilos مع ان ريجيم يكون معناتها ادابتي على بيرسون و ان ميم طون شويه اكتيفيتي فيزيك بيان سور. نعرفوا اللي باش نقصوا في الميزان بطريقه صحيه لازمنا نستعملوا حاجات اللي تكون صحيه. فما اوسي لي كريم اماسيسونت اللي هما يعاونوا باش يكبسوا لابو، دونك ينحيوا الترهلات اللي تنجم تصير وقت اللي واحد يعمل هكا ان ريجيم وساعات تكون بيرت رابيد شويه، دونك فما دي بارتي من البدن يفقدوا الاليلاستيسيتي نتاعهم. فما لي كريم اللي معناتها يحسنوا شويه الدوبل مونطون لا بواترين الكرش اللي هما لي زون لي بلو سيبلي اللي وقت اللي نقصوا في الميزان ينجموا يترخفوا شويه. بيان سور في بيماغ نلقاو بليزيور برودوي دو سوان. اكثر حاجه حبيت نحكي عليها دونك اليوم هما لي زاناليز اللي يعملوهم معناتها لا سوسيتي بيماغ لي برودوي نتاعهم، واللي هذوما يتعاملوا بطريقه معناتها دوريه ريغوليرمون باش يضمنوا سلامه المنتوج بيان سور. ديرنييرمون لي زاناليز هذوما تعملوا في لابوراتوار سنترال داناليز اي دي سي معناتها لابوراتوار حكومي ايتاتيك، واللي هو بيان سور هذه حاجه كريديبل وما تنجم كان تطمن المستهلك. دونك لي برودوي لا ماجوريتي نتاعهم ا بي اتش نوتر ما فيهمش فورمول ما فيهمش كونسيرفاتور. بيان سور كي دي برودوي بيماغ ديما نحكيو على حاجه 100% طبيعيه من غير دي كونسيرفاتور من غير اكسيليراسيون دو برودكسيون، معناتها المنتوج يقعد يحضر في عقله ياخذ الوقت نتاعو باش يكون بيان سور افيكاس. واضح دونك التيمونياج هذا هام برشا. كركوين ضيفتي اول مره، شنو جديدك انت زاده؟ ان فيت ماهوش جديد برشا، معناتها ديجا عندي 6 سنين نخدم مع مدام مونيا
اي في الخدمه مونيا معاش ماما اي صعيبة. ان فيت اي تحسها ما ترحمش اي اي جايش ولا مش ترى الضحك في التلفزيون اما في الخدمه نحسها الرحمه لي ايوه وذاك علاش باش نجم تنجح بيان سور اي ان فيت يعني عندي انستام برودوي مالي ماهوش موجود براتيكمون برشا في تونس معناتها ديجا ما نخدمش لا بالفيرني لا باللي برودوي اللي موجودين توا سي اون بودر كولوري اسمها بودر اكريليك كولوري موجوده الكولور موجود حاضر لا كليون تجي مرحبا بها تختار الكولور اللي حاجتها بيه وجو on applique bel pinceau ou le poudre ali manta deja hadr fhamt juste le temps yichih w yitlayem w tkhrej ala rouh kima fel vetayer fma manta les étapes najem yedkhlou sur instagram wala al facebook yechoufou les étapes comment ça se passe ay kima voilà la hkaye hadi kima fel tsawer li nchoufou fihom tawa يعطيك الصحة ميرسي وتوا وليت سامحني كاركوين وليت الباغي لي كولور وحدها معناها مش مثلا تشري البودر وليت تخدم لي بودر هي وحدها اون فيت مش لي كولور الكلهم حاضرين هما سور لو مارشي اون فيت نخلط انا بوسكو عامله بوزار اي تو دونك نخلط وحدي نزيد الالوان على بعضهم نخرج الوان دي جام دي توندونس جدد تري بيان والله سي بيان قل لي دونك نذكروا الناس اللي يتفرجوا فينا واللي برشا تو يحبوا يتصلوا يحبوا وين المنتوجات نتاعك وكيفاش نجموا نشريو احنا قبل كل شيء انا نراه نحب نقول لهم احنا رانا عاملين بروموسيون وعملنا تيراج سوغ حتى الراس العام اللي يجي يشري من عندنا زاد كيف كيف عملنا لهم دي كادو البوم هذايا يطري ويغذي هذايا سي دي كادو ا بارتير دو لندي يبداو متوفرين للحرفاء حتى الراس العام وثم دي كادو ثم دي بروموسيون اللي احنا موجودين في المنزل الخامس ناشقوا لفي راشدين المنزل الخامس معناها ثم قصرتاج فارماسي دور على اليمين ثاني دور على اليسار ثاني دور على اليسار غادي مقر الشركه نتاعنا والمقر نتاع كركوين الزوز مع بعض الحمد لله معناها اوني اون فامي فاميليا ناشطة تبارك الله عليكم مش فيها الحكايه مش صعيبه على الاخر كبدا عارفك براني في اي ليه صعيبه نعم اي والله وخطرة أمك تدلل عليك وزيد الوقت تتخايل كلامي مش بالحق ليه ولا ليه ليه ولا ليه ليه معناها خدمة خدمة اي نعم اي نفسك أنا نعرف أنت مرأة صعيبة وذاك علاش معناتها تبارك الله المشروع قاعد يمشي ويكبر يمشي وينجح شو كي ما تقفش راه النساء واقفه النساء واقفه فوالا واللي الخدمه نتاعنا النساء هي اللي واقفه احنا راهو تعكرنا شويه امان نحب نداء يسيبونا المعارض على خاطر راهي ثما برشا عباد ماتت بالشر وبرشا نساء قاعده جوعه ما عادش يلقاو باش ياكلوا سكرونا المعارض حضرنا خدمه برشا معارض تلغاو الكلهم نحب نقول لهم يعيشكم راهي كورونا موجوده دو بارتو ان شاء الله ربي يرفعها علينا يعيشكم بالحق راهو ثم عباد جعانين واضح يعطيك الصحة منيا غزايل وكركوين منتوجاتك موجودة زادة في الأسواق الأوروبية وفي كندا كما كنا نقولوا وموجودة زادة في تونس يعطيك الصحة ديما تجينا بالجديد إن شاء الله ديما نلقاو جديد إن شاء الله نتقدموا أكثر تليفوناتنا اللي هما تاش باتي كركوين 98 200 023 29 031 032 الرقم هذا راهو نعطيه لكم نبعثوا معناها على ترانسبورتور ما بين سوسة وصفاقس أكاو و 22 341 341 24 355 031 دونك عندكم راهو من هنا راس العام دي كادو دي بروموسيون مرحبا بكم الناس الكل وثم حاجات جدد كي تجيو تكتشفوها سور بلاس سوربريز هذيك فوالا ديما كل ما نجي انت حتى كي تجيني لهنا ديما عندك جديد تبارك الله عليك مدام منيا غزايل كركوين غزايل شكرا لكم نورتونا الليله في ديما لاباس ديما لاباس متواصله فاصل ثم نعود